ولسه مكملين كلامنا عن أهمية الوعي بالهوية الوطنية، ومعانا دلوقتي من خلال زوم دكتورة غادة لبيب أدمن صفحة بوك جاردن وجروب قراء مدينتي، اللي هتكلمنا عن أهم الترشيحات الخاصة بكتب الهوية والانتماء اللي ممكن يقراها جميع الفئات خاصة الشباب. زي ما قلت لحضراتكم احنا مهتمين جدا بفئة الشباب. مساء الخير. مساء النور. أهلا بحضرتك. أهلا أستاذة رانيا. من وجهة نظر حضرتك، ترشيحاتك من وجهة نظرك برضو أهم الكتب اللي ممكن تعلم أو اللي تنقل أو اللي تثبت الهوية المصرية والانتماء عند الشباب، من وجهة نظر حضرتك دكتورة غادة؟ طيب اسمحي لي الأول، أنا ممكن أقسمهم لكذا كاتيجوري. طبعا هنتكلم عن ترشيحات كتب وترشيحات روايات وترشيحات لسير ذاتية، عشان برضو هي أذواق القراءة بتختلف من حد للتاني وكل واحد بيبقى له مختلف. اوكي لو هنتكلم عن الكتب، في كتاب رائع جدا كنت بقرأه الفترة اللي فاتت اسمه يهود مصر القديمة، ده للدكتور شريف شعبان. هو بيحكي عن تاريخ دخول اليهود في مصر من أول سيدنا إبراهيم ولعدة قرون لحد القرن الثاني الميلادي تقريبا، فده كتاب مهم جدا. في ايه تاني؟ كتاب كمان جميل رائع تاني اسمه أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي، ده للكاتب كريم جمال، وده أخذ عنه جائزة الدولة التشجيعية من عدة شهور. كتاب جميل جدا، هو بيرصد 6 سنوات في حياة أم كلثوم اللي كرست فيها كل مجهودها الفني لجمع أموال لصالح المجهود الحربي وإزالة آثار العدوان. الكتاب يبدو إن هو كبير، لكن هو صراحة فيه كثير من الصور والجداول عن الحفلات دي، يعني كل حفلة كانت فين، جمعت فيها فلوس قد إيه، الفستان اللي كانت لابساه شكلها إيه، شكله إيه، كل الناس المشاهير اللي حضروا الحفلة واللي كانوا حريصين يدخلوا لها حتى في الاستراحة ويتكلموا معاها. فكتاب قيم جدا جدا. مين تاني من الكتاب دكتورة غادة اللي حضرتك شايفة ان هم اشتغلوا على تثبيت الهوية المصرية من خلال كتاباتهم؟ هو الأمثلة اللي أنا قلتها دي كلها كانت كتب. ممكن هننتقل للروايات، في 3 روايات معانا النهاردة. في رواية تولوز للدكتور أسامة علام، دي بتحكي على مدى 3 أجيال ما بين فرنسا ومصر، فكرة الهوية برضو والمواطنة والتأثر بالغربي. رواية غاية في الجمال حقيقة، هي من دار داون وموجودة على تطبيق ستوري تيل اللي هو تطبيق الصوت. في رائعة بقى المستشار أشرف العشماوي، تذكرة وحيدة للقاهرة، وبيحكي فيها عن أبناء النوبة والتهجير اللي حصل لهم على مدى سنين من 1902 بداية إنشاء خزان أسوان إلى بعد كده في الستينات، وإزاي ده أثر عليهم وإزاي دايماً الحنين للعودة جواه. وآخر رواية هي رواية الكاتبة الجميلة ضحى عاصي اسمها غيوم فرنسية. دي بتحكي فترة زمنية مش كتير كتبوا فيها، اللي هي بعد انسحاب الحملة الفرنسية من مصر، وفي مصريين سافروا معاها لفرنسا. دي كانت حقيقة ممكن مش كتير مننا يعرفها، وإزاي هيقدروا يعيشوا هناك مع المجتمع الفرنسي اللي هو مختلف تماما عننا من الثقافة والعادات، وحتى ما كانش فيه سبق معرفة طبعا، لأن ما كانش فيه أي وسائل ميديا أو حتى صحف وما إلى ذلك. والرواية دي مؤخرا حصلت على جائزة اتحاد الكتاب، رواية جميلة جدا. جميل. ازاي نقدر من وجهة نظر حضرتك دكتورة غادة ان احنا نجذب الشباب والاجيال الجديدة اكتر في ان هي تقرا عن التاريخ وتقرا عن تاريخ بلدها، وازاي ممكن نستغل السوشيال ميديا كمان في حاجة زي كده؟ هو اول حاجة اعتقد يعني مهم ان الكتب ما تبقاش ذات حجم كبير، لان طبعا الشباب دلوقتي ما عندوش ممكن صبر او وقت يقرا حاجة كبيرة قوي. واعتقد دي حاجة التفت ليها مؤخرا الكتاب ودور النشر، يبقى الحجم معقول متوسط، في تشويق وإثارة برضو في الحكي عشان نشد القارئ ونجذبه من أول فصل، ده مهم. ثاني السوشيال ميديا طبعا بقى موجود الحاجات المرئية اللي برضو بيميلوا ليها أكتر من المكتوبة، وفي المجال ده عندنا صراحة بوك تيوبرز كتير وناس بتعمل محتوى جيد جدا طبعا بيقدر يلخص الرواية أو الكتاب أو التاريخي اللي بيتكلم عنه بطريقة جميلة. جميل جميل. أنا بشكر حضرتك جدا دكتورة غادة لبيب، نورتينا وميرسي على مقابلة حضرتك عن طريق زوم. ألف شكر، نشكر ميرسي حضرتك. جدا، شكرا ميرسي ليكي ولفريق ميرسي الإعداد والمشاهدين، ألف ميرسي شكر. يا فندم. شكرا.